في خطوة غير مسبوقة، العشرات من شرطة لندن يتوقفون عن حمل السلاح رداً على توجيه اتهام بالقتل إلى شرطي أطلق النار قبل عام على شاب أعزل من ذوي البشرة السمراء وأرداه قتيلاً، ما استدعى تدخل الجيش البريطاني الذي تعهد بتغطية النقص بالدوريات. هذا حل طارئ لن يستخدم إلا في ظروف خاصة، أي حين لا يكون الشرطي المناسب لحفظ الأمن متاحاً. غريس كابا البالغ 24 عاماً قتل بطلق ناري بعد مطاردة سيارة كان يقودها، وربطتها الشرطة بحادث إطلاق نار سابق، لكن تبين لاحقاً أنها لم تكن ملكه، فأثار قتله عدداً من الاحتجاجات وأحيا الجدل مجدداً بشأن العنصرية في صفوف الشرطة. وعقب هذا التحرك غير الاعتيادي أعربت وزيرة الداخلية البريطانية عن دعمها الكامل لعناصر الشرطة المسلحة ووصفتهم بأنهم يخاطرون بحياتهم لضمان أمن البلاد. يتعين عليهم اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية تحت ضغط استثنائي، يجب ألا يخشوا أن يجدوا أنفسهم في قفص الاتهام بسبب تأديتهم واجبهم.